غدا في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية وغالبا هيكون عبر الفيديو كونفرنس. ما هو متبع في هذه الاجتماعات أو المفروض يتناقش في هذا الاجتماع واللجنة الأولمبية الدولية وفكرة تأجيل دورة طوكيو؟ الحدث الفترة الجاية رايح بينا على فين؟ ولو في جديد في هذا الأمر من خلالك يا باشمهندس شريف. طبعا زي ما انت قلت لا شيء يعلو فوق صوت حمايه الشعب نفسه والمواطنين. تمام. فده هو الحاجه الاهم بالنسبه للجميع الحقيقه هنا في مصر وخارج مصر. اجتماع بكره خلاص اللي هيتم عبر الفيديو كونفرنس مع دكتور توماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه. هو تلقى في اليومين الماضيين اللي هو امبارح والنهارده جميع الاسئله من جميع الاتحادات الوطنيه. خلاص اللي هي اسئله طبعا مكرره من الجميع، هل هتقام الاولمبياد في ميعادها؟ هل في تاجيل؟ التصفيات وما تم تاجيله ايه اللي هيتم فيه؟ الاحتياطات المطلوبه اتخاذها؟ يعني في اسئله كتير قوي 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 الحقيقه كلنا منتظرينها بكره ان شاء الله. الاجتماع كان مقرر للساعه 4:30 ل5:30 بتوقيت اوروبا الوسطى، يعني 5:30 ل6:30 بتوقيت مصر. جالنا ايميل النهارده بتاجيله لمده نص ساعه. هو هيجتمع مع كل قاره لوحدها، يعني كل قاره ليها ساعه. تمام. فاحنا ده الميعاد بتاعنا احنا بتاع قاره افريقيا ب 54 دوله. الاسئله اوريدي موجوده عنده، هو هيجاوب عليها وهنتناقش، ولو في اسئله اخرى هنقولها. مش عارفين اذا كان هيبقى في قرارات هو هيبلغنا بيها ولا لا، ولا بعد هذه المناقشات كلها الاي او سي او اللجنه الاولمبيه الدوليه هتتخذ اجراءات يوم الخميس او الجمعه. انما طبعا زي ما انتم شايفين الوضع في العالم كله لازم يطلع حاجه واضحه وصريحه من اللجنه الاولمبيه الدوليه بخصوص اولمبياد طوكيو وما يتم فيها تحديدا. طيب، لكن التوقيت المحدد لتوماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه مع اللجان الاولمبيه في افريقيا هتبقى من الساعه 6 ل 7، ده التوقيت النهائي. مظبوط، 6 ل 7 في توقيت مصر. طيب، السؤال او الاسئله اللي طرحتها اللجنه الاولمبيه المصريه اللي بعتتها عبر الايميل للجنه الاولمبيه الدوليه كانت في اي اطار؟ والله كانت في كل الاطارات، كانت في الاطار الصحي، كانت في اطار تاجيلات تاجيل الاولمبيات من عدمه، كان في اطار التسجيل. حضرتك انت مش متخيل الشغل اللي كان مطلوب ان هو يتعمل بعد التاهيل النهائي اللي كان المفروض ان هو 31/5، فمن 1/6 اتعرف ال 10500 11000 لاعب في ال 33 لعبه عبر العالم كله. في بقى التسجيل بتاعهم والاكريتيشن بتاعهم وشغل كتير جدا اداري بيتعمل دلوقتي مع موافقه اللجنه الاولمبيه الدوليه للاتحادات الدوليه لمد فتره التاهيل شهر. فبقى التاهيل بدل ما هينتهي 31/5 هينتهي 30/6، فبالتالي بقى هيبقى فاضل على الاولمبيات 24 يوم. فدي برضو مده يعني قصيره جدا علينا جميعا ان احنا نخلص كل اجراءاتنا للسفر والمنافسه والمؤخرات كل حاجه الحقيقه. محدش فينا عارف لسه ايه بالظبط اللي هيتعمل. اسئلتنا يعني هي الاسئله اللي بتدور في الاعلام وتدور في كل حته الحقيقه. خلاص موقف اللاعبين، ايه الاجراءات الاحترازيه اللي هتتاخد في حاله اقامه الاولمبياد؟ هل هتتاجل شهر او شهرين ولا هتتاجل سنه او سنتين؟ لو اتاجلت اكتر من شهرين الحقيقه، طب موقف التصفيات اللي اوريدي اتلعبت هيبقى ايه؟ هنبدا التصفيات من جديد؟ اللعيبه انت عارف يعني ممكن يبقى في تاثير كبير على اللاعبين، في لعيبه كبيره ده اخرها، في لعيبه مصابه ممكن ترجع، يعني في حاجات كتير متغيرات كتير. بالظبط بالظبط. طيب، هو توماس باخ هيعمل الاجتماع فيديو كونفرنس مع كل قاره على حده، لكن في النهايه لازم القرار يكون موحد على الكل، لان اللجنه الاولمبيه الدوليه بتتعامل مع كل الدول، مع كل القارات. مظبوط مظبوط. هو كمان قبل كل قاره على حده هو هيعمل اجتماع مع لجنه اللاعبين في اللجنه الاولمبيه الدوليه اللي هي احدى عضواتها مصريه اللي هي بطلتنا ايه مدني. تمام. احنا برضه هنعرف منها لان هي اجتماعها الساعه 2 الفيديو كونفرنس بتاعهم يعني، فهنعرف منهم برضه قبل ما نخش اجتماعنا الدنيا فيها ايه. هي حاجه من اثنين، يا اما اللجنه الاولمبيه الدوليه هتبقى مقرره قرارات فهتتناقش معانا ثم هتبلغنا بيها، يا اما هي هتستمع الينا جميعا ونتناقش ثم تصدر قرار يا الخميس يا الجمعه. طيب، انا قبل ما ابدا الحلقه كنت ببص كده على كل الوكالات والاخبار العالميه، يمكن استوقفني شويه كده تصريح او خبر منشور عبر جريده الاتحاد الاماراتيه بتقول فيه ان اللجنه الاولمبيه الدوليه بترفض تاجيل او اتخاذ قرار بخصوص طوكيو 2020، وهذا العنوان او هذا الموضوع جاي تزامنا مع اصابه او تعرض نائب رئيس اللجنه الاولمبيه اليابانيه لفيروس كورونا، واليابان هتستضيف دوره طوكيو.
طبعا انا ما عنديش معلومه عن القصه دي، انما وارد يعني وارد طبعا يبقى في تاجيل. هي القصه كلها في تصورنا هي الخسائر الماديه، في خسائر ماديه مهوله بالمليارات اكيد اكيد في حاله التاجيل، اكيد بالذات لو التاجيل كمان عدى 2020، بالذات لو عدى التاجيل يعني يبقى السنه الجايه مثلا ولا حاجه بالظبط زي بطوله اليورو. طب في نقطه، بطوله اليورو اللي هي المنتخبات الاوروبيه اتاجلت للصيف العام القادم، هل لو اللجنه الاولمبيه الدوليه خدت قرار بتاجيل الدوره الاولمبيه من صيف عام 2020 لصيف عام 2021، مش اعتقد ساعتها هيبقى في تضارب في المواعيد هنا بالنسبه للبطولات المجمعه في الكوره مع اللجنه الاولمبيه الدوليه؟ لا مش هيبقى فيه، لسبب بسيط قوي، هم كانوا الاثنين معمولين في 2020. الكوره كانت بتبدا في يونيو حضرتك وتخلص سبعه الاولمبياد، الاولمبياد كانت بتبدا بعديها، فبالتالي يعني ما كانش هيبقى فيه تعارض او حاجه، هيراعوا المواعيد مع بعض اكيد اكيد. طيب مهندس شريف العريان انا بشكرك، وبكره مع بعض هنتابع ان شاء الله لو في جديد متعلق بهذا الحدث، وان شاء الله نتمنى يا رب باذن الله الموضوع ده ينتهي قريبا ويكون في ايفنتات واحداث رياضيه الفتره الجايه، لكن طبعا اهم شيء بنحافظ على صحه البني ادم في كل مكان في العالم. كل التوفيق ليك واللجنه الاولمبيه المصريه الفتره الجايه ان شاء الله، وللاعبين المصريين في الفتره القادمه.